السلام عليكم، شكرا لموقع الدار على التغطية هذه، ومرة أخرى مرحبا بكم هنا في بين أحضان ملعب أشرف حكيمي. وهذا الاسم ديالو راه كيدل على الشخصية اللي غتجي تزورها إن شاء الله، اللي هو أشرف حكيمي، اللي هو أصلا ماشي الابن ديال القصر الكبير فحسب، وإنما ولد المغاربة كاملين. المغاربة كاملين فرحانين به، وكنظن أن الفرصة هذه إلى تحت في المغرب كامل غيلقى نفس الاستقبال أكثر. وبما ان هذه الروابط اللي كاينه عنده مع الام ديالو هنا، رسات ان مدينه القصر الكبير في شخص المجلس انهم يحتفلوا بها الاحتفال هذا، والناس فرحانه وكل شيء. وكنشكروا كل شيء اللي لبى الدعوه، والحفله في البدايه ديالو ان شاء الله غادي يكون واحد الحفل اللي هو متنوع، اللي بحضور واحد الشخصيات وزينه ان شاء الله. غادي تكون امور على ما يرام، كتخلي واحد المقابله رياضيه اللي غادي تكون ما بين نجوم السابقين، باش نربطوا ذاك الحادث اللي كان بين تألق ديال التوهج ديال الرياضه المغربيه او كره القدم من انطلاقا من مونديال 1986، اللي كان عارف واحد الانجاز افريقي عربي، والحمد لله في 2022 كيتعاود. واليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نفتحوا هذه الفرصه لهذا الشباب باش يتعرفوا ثاني على النجوم السابقين اللي كانوا حققوا هذا الانجاز هذا. وفي النهايه ديال هادشي كنشكر جميع اللي لبى الدعوه، كنشكر الاعلاميين اللي غطاو، ومرحبا بكم بين احضان مدينتكم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لموقع الدار، شكرا لموقع الدار على الالتفاته هذه. سعيد القزدار، نائب رئيس الثاني للمجلس البلدي. اليوم عندنا واحد العرس، الا هو استقبال النجم الكبير العالمي سي اشرف حكيمي لما قدمه للمنتخب الوطني. كما كتشوفوا هنا على الاستعدادات اللي نستقبله ان شاء الله الرحمن الرحيم في الملعب اللي عطيناه الاسم ديالو، الا هو ملعب البلدي اشرف حكيمي. وكما كتشوفوا انتم الاستعدادات جاريه اخوان على الاستعداد باش نستقبلوا هذا الحدث الكبير. شكرا. الاستقبال ان شاء الله الرحمن الرحيم غنستقبلوا السي اشرف في مطار ديال طنجه. الوصول ديالو غيكون تقريبا ما بين 11 و 12، من تماك الوفد غيجي مباشره للمركز الفلاحي اللي في طريق العرايش، غيكون واحد وجبه غداء، وتما كتتم واحد التعارف مع الاخوان، مع السلطات المحليه والاقليميه. من تماك الوفد غيجي لهذا الملعب، وعاد تكون واحد الحفل مباشر مع الجماهير القصريه اللي هي على استعداد باش تحتفل بهذا النجم الكبير. وكما كتعرفوا هو الاصول ديالو راه من مدينه القصر الكبير، من الام ديالو. هذا شرف للمدينه ديالنا ومدينه القصر الكبير والاقليم والجهه. وشكرا. تبارك الله. فوتي القجاع عنده التزامات كبيره، زعما كان هو على الاستعداد باش يجي، ولكن حسب الظروف ديالو، الا كانت الظروف كتتاح له وعطانا الاستعداد انه يكون. ولكن انتم كتعرفوا الضيوف اللي غايجيو المغرب، رئيس الفيفا ايفانتينو ورئيس ديال الكاف غايكونوا، ربما يكونوا في طنجه وفي الرباط، والحضور ديالو مع الناس ضروري. ولكن هو عطى الاستعداد ديالو انه الا كان شي امكانيه انه يجي ولو عي واحد اللحظه ويمشي. ديال غتكون واحد المقابله ديال قبل ما يوصل السي اشرف، غتكون مقابله ما بين القدماء ديال 86 ديال المنتخب الوطني 86 مع القدماء ديال النادي الرياضي القطري. غتكون واحد مقابله استعراضيه يحيوا فيها الجمهور. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.